السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعاليات الأسبوع الرابع من الدوري المصري 2018-2019، لقاء الأهلي وحرس الحدود أو حرس الحدود والأهلي، لأن المباراة يعني هي مباراة حرس الحدود. كل التوفيق لكل الأهلاوية النهاردة إن شاء الله الرحمن، بمباراة كويسة ونتيجة كويسة بإذن الله، وخصوصا أنها تسبق أكيد مباراة كامبالا سيتي وصدارة مجموعة أفريقيا بعد فوز رائع جدا جدا ومهم جدا على الترجي التونسي في رادس في تونس. قبل ما نتكلم على فعاليات اللقاء وملعب الأهلي وتشكيلة ملعب الأهلي النهاردة، المقاولة من كابتن عادل طعيمة، كابتن حمادة صدقي، كابتن أسامة حسني. قبل ما نتكلم على التشكيلة والأمور الفنية والأمور التفصيلية الخاصة باللقاء ومراسلنا كريم أحمد من هناك وكل الأحداث والتشكيلة ومين اللي طلع من المعسكر ومين اللي دخل المعسكر ومين هيمثل الأهلي وتشكيلة الأهلي في الملعب، كل الأمور اللي تهم الجمهور أكيد، لكن كمان هناخد دقيقتين أو ثلاثة، يعني مش هنحاول ما يبقاش أكتر من كده، ونقفل مباراة وادي دجلة. وادي دجلة بيظهر الوجه الحقيقي لكتير جدا جدا من الإعلاميين في الفترة اللي جاية أو السنة دي تحديدا. مباراة وادي دجلة كانت ما كانتش مباراة عادية، يعني انتهت بفوز الأهلي 1-0 وخلاص على كده، لأ، طلعت اللي جوه قلوب الناس، طلعت اللي بيتمناه كتير جدا من الناس. يعني الفيفا كمان النهاردة بيرد على بعض محللين التحكيميين الموجودين في الدوري المصري وبيقول لهم الشك في صالح المهاجم وليس الشك في صالح منافس الأهلي. ممكن تغطأ تقديريا، ممكن، لكن قانونيا بعد ما تشوف اللقاء وتتفرج على أحداثه وتتفرج على مجريات وتتفرج على حالاته ومصر برضو تفهمنا حاجة وكأنك بتستعمانا، يعني خبرات سنين مكونة من عدد مباريات وناس شاركت وناس بتمارس كرة القدم وناس بتتفرج، شافت حالات كتير جدا مشابهة وحاجات كتير جدا مماثلة. ممكن تغلط في كرة، تعمل رسم بياني بدل ما خط مستقيم مفيش مشكلة، تعمل زجزاج في الملعب وكأنه خط مفيش مشكلة، المساحة ما بين ال 18 والخط تبقى أقل في جزء وأكبر في جزء مفيش مشكلة، تجيب الكاميرا يمين مفيش مشكلة، تجيب الكاميرا شمال مفيش مشكلة، يا أختي كده ينفع وكده ينفع مفيش مشكلة. لكن كونك في القانون تقول على واحدة من أسهل اللعبات اللي موجودة فعلى الإطلاق على الإطلاق لكل حكم مصري درجة أولى ودرجة تانية ودرجة تالتة ودرجة رابعة ودرجة عشرة حتى، تقول ديت ما فيهاش احتكاك خالص، وتحديدا كرة ميدو جابر، تحديدا كرة ميدو جابر. أنا سمعت بوداني، ما حدش قال لي، يعني سمعت بوداني ما حدش قال لي، حكم من الحكام الكبيرة جدا قال بالنص قال بص اقف هنا، قال كده. الاحتكاك من بره طبيعي، هل استمر الاحتكاك او العرقله؟ ما ظنش، يبقى كده اللعبه عاديه ما تستوجبش ضرب الجزاء. يا راجل طب انت بتستعمل، يعني قلبك قدر يقولها ازاي؟ قدرت تنطقها ازاي؟ السنين الكتيره في التحكيم والخبرات والمحاضرات ومحاضر ودولي وكاس عالم، ازاي بس؟ ازاي يعني تقول على الكره دي ايه؟ احنا مش في سنه 60 المباراه مذاعه على الاذاعه، دي في التلفزيون. انا ما عنديش مشكله في موضوع الهدف، الهدف كابتن سمير عثمان النهارده هيعمل لنا حاجات كتير قوي هو محضرها، لكن قلبك يطوعك على دي تقول عليها مش ضربه جزاء ازاي؟ لسانك قدر يقولها ازاي؟ يعني تقول على دي مش ضربه جزاء، يعني تقول مثلا ما تجيبهاش خالص يا راجل، ماشي، ما تذكرهاش اساسا مفيش مشكله، تقول اهي غلطه وعدت مفيش مشكله، لكن تقول على دي، هل استمر الخطا ولا ما استمرش؟ ما استمرش، يبقى ما فيش مشكله. ما هو حاجه من اتنين، يا احنا ما بنشوفش خالص، ما بنتفرجش على كوره اصلا، او ما لعبناهاش، او حضرتك عايز تستعمانا، والنبي ما تستعمانا، الله يخليك، ما فيش مشكله خالص، ما فيش مشكله ان انت تقول ان دي مش ضربه جزاء، ما فيش مشكله، بس ما تستعمناش، يعني ما تقولش استمر الدفع او الخطا او ارتكاب الخطا، استمر ولا ما استمرش؟ لا ما استمرش، امال دي ايه؟ يعني رجل الواد ايه؟ فوتوشوب مثلا؟ يعني هنعملها ازاي؟ اقتباس، عارفين لما يكون افلام اجنبيه وبتقتبسها الافلام المصريه وكانت كتيره في فتره من الفترات، دلوقتي كده برضو تليفونات تشتغل داخليه، ايه الاخبار؟ هنقول ايه؟ طب نسلط الضوء على دي ولا دي؟ يعني طب خلاص، يعني خلينا نتكلم على الكره، الهدف بتاع النادي الاهلي،
وانا بقول لكم ما عنديش مشكله لما تعوج الخط كده او تعمله زجزاج حتى او يبقى مش مستقيم براحتك، الكاميرا لو جت يمين الكاميرا لو جت شمال مش دي المشكله خالص، تكبر جسم علي معلول يعني تخلي يعني علي معلول يبقى هو الكبير ما فيش مشكله تمام؟ يعني ما عندكش ما يبقاش عندك مشكله. انا عايز اسال سؤال بس بسيط جدا، شوف لون النجيله، سيبك من الخط خالص يا عم، سيبك من الخط خالص، شوف لون النجيله نفسها، لون النجيله هنا تحكم، النجيله هنا خضراء قوي والتانيه يعني باين اللون فيه فرق شويه. وعلى العموم مش هنفصل في ده، وانا بقول لك ما عنديش مشكله في الخط ده خالص، يعني ما عنديش مشكلة، أنت تعمله كذا، فلان يعمله غيره، تعمله زجزاج، تعمل رسم بياني، تعمل رسم مش عارف إيه، وزي ما قلت لك النهارده الفيفا بيرد عليك، بعد اللي شافه ده، ما هو الفيفا ده، الفيفا ده لو ركز معانا، والله العظيم ثلاثة، لو ركز معانا الفيفا ده هيتعب جدا، مش هيلاقي شغلانة غيرنا. ليه بقى؟ لأن هو عنده قانون. يعني عنده قانون، لما يقول لك حتى في المادة، المادة 11 في قانون كرة القدم اللي هو خاص بالتسلل يقول لك الشك في صالح المهاجم. احنا عندنا هنا السنة دي يعني هتلاقي الشك في مصلحة منافس الأهلي، انسى. أنا حبيت أقف عند دي شوية، لكن بعد الاستوديو إن شاء الرحمن ومباراة الأهلي وحرس الحدود هيبقى معايا كابتن سمير عثمان محضر حاجات حلوة جدا، تابعونا. والنهارده كمان النهارده لازم اقول لكم ان انتوا تستعدوا لبكره ان شاء الله الرحمن، هيبقى حلقتنا الساعه 10 اسف من ملعب الاهلي، ويوم الاحد الساعه 11. اليومين مهمين جدا جدا، هنتكلم فيهم حاجات اعتقد انها مفيده قوي قوي. انتظرونا بكره، لان واضح جدا ان احنا ممكن نعمل الحلقات دي اجزاء، يعني ناخدها اجزاء كده. فبكره ان شاء الله الرحمن هتبقى الساعه 10 حلقه في منتهى الاهميه باذن الله. يوم الاحد هتبقى حلقه الساعه 11، يعني بكره 10 السبت والحد الساعه 11.